تعال بقى، الإنسان منا يكون عصيا، هل عصيانك يمنعك من أن تكون داعيا إلى الله؟ لا، ادعو إلى الله فلعل الذي تدعوه يفعل. انت ما تفعلش، انما اشعت واحد انه يفعل. ما يمكن ربنا يعمل عملية جبر لك اللي خليت واحد يفعل. الرجل الذي كان يطوف وقال، والرجل الثاني سمعه، قال اللهم انك تعلم اني عاصيك. والله اقرار كويس امام ربنا دي. ولكني احب من يطيعك فاجعل حبي لمن اطاعك شفاعة لي في معصيتي. شوف حتى العاصي. طيب الذي لا يصلي يعفى من ان يكون داعيا الى الله؟ مكسل عن الصلاة، يقعد واحد ما تقوم يا تصلي، يقول له طب انت، قال له انت حماشوك قوم انت صلي. حتى ما بيصليش يبقى داعي الى الله ولا مش داعي الى الله؟ يبقى داعي الى الله. كل خصلة خير يشعها في الايه؟ يشعها في الناس. ما دام كل الاذان، كل الالسنه تبقى دعاء الى الله، وكل الاذان تسمع دعاء الى الله، لا يمكن ابدا يخلو خلق من خلق الله من ايه؟ من فضل الله. اذا ففي كل واحد منا يصح ان يكون داعيا الى الله. قال لك فيه داعي ولو لم يتكلم. يعني مثلا الناس في السوق وبعدين الاذان اذن، قال الله اكبر الله مثلا، وبعدين ناس تقوم تصلي، اللي مش شايفين، اللي شايفينهم ما قاموش يصلي، يمكن مره يخلع على عرضه اهو ساعه هو ما قام كده ملهوف على الصلاه قدام اللي قاعد دي، كانها دعوه الى الايه؟ كانها دعوه الى الحق سبحانه وتعالى. فالحق الله سبحانه وتعالى يريد ان لا تخلو يخلو المؤمن به من خصله خير، لذاته بان يعلم ويعمل، ولغيره بان ينقل الخير. ولما ينقل الخير يبقى له ثواب عموله على الخير اللي هو ايه؟ اللي هو دل عليه.